يعني على المستوى الشعبي إن قلنا داخل سوريا وخارج سوريا، على المستوى المغتربين السوريين بالتحديد في دول الخليج العربي، نجد حالة ارتياح، حالة اطمئنان، حالة يعني استبشار واستشراف للمستقبل الأفضل إن شاء الله لحال السوريين في كل مكان. كيف تتابعون؟ يسعد لي مساك أستاذ نزار، ومساك كل الحضور، ومساك كل عربي وكل إنسان يحترم الإنسانية. طبعا نحن اليوم عم نحكي عن عودة الجمهورية العربية السورية إلى مقعدها في جامعة الدول العربية. الجميع يعلم أن سوريا هي عضو مؤسس الجامعة العربية، وكان هناك خطأ كبير في تعليق عضوية سوريا في جامعة الدول العربية، لأنه من الأساس لا يوجد بند واحد في ميثاق أو قانون تأسيس الجامعة العربية بتجميد أو تعليق عضوية أي دولة عربية. طبعا أكيد كان في أخطاء وضغوطات حصلت، مثل أي أخطاء حصلت منذ بداية ما سمي بالربيع العربي، اللي هو من الأساس كان دمار للوطن العربي، حتى شق الصفوف بين الوحدة العربية، بل وصل الحد إلى شق الصف بين الأخ وأخاه والأب وابنه. علينا أن نعتبرها سحابة سوداء، فينا نعتبرها سحابة سوداء ومرت، لكن للأسف هي السحابة أستاذ نزار أثرت علينا نحن كسوريين. وأنا كسوري متابع للشأن السوري، وكنت دائما أطلع كمغترب، أطلع وإنزل على بلدي، وبعرف وضع الشهداء والجرحى وأسرهم ومعاناتهم وجميع معاناة الشعب السوري في ظل هذه الحرب 12 سنة. طبعا ما نتمناه من الجامعة العربية والقادة العرب أولا الوقوف وقفة عز عربية مشرفة بوجه قانون قيصر ورفضه، ومن ثم وقف النزيف النفطي اليومي الذي يتم سلبه من الأراضي السورية برعاية قصد للصالح الأمريكي، وغيره طبعا من القطن والقمح وما شابه ذلك. نتمنى من الجامعة العربية ترجع لمبادئ تأسيسها اللي هو لم الشمل العربي. خلونا نقتدي بالشيخ زايد رحمه الله في توحيد 7 إمارات، وأصبحوا جميعا موحدين على كلمة واحدة ورأي واحدة. طيب. الآن القمة العربية متواجدة على أرض المملكة العربية السعودية التي هي قبلتنا جميعا، قبلة العرب والمسلمين. الجميل في ذلك هي عودة مقعد سوريا من جديد بدءا من حضن المملكة العربية السعودية. طبعا رأينا استقبال ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان وحفاوة الاستقبال للرئيس بشار حافظ الأسد، وكلنا أمل بالأمير محمد بن سلمان سمو الأمير محمد بن سلمان بعقله وحكمته وتدبيره وانفتاحه أن يكون على يده لملم جراح الوطن العربي والسعي وراء توحيد الصف العربي ودعمه لكل مبادرة تسعى لوحدة العرب وبنائه. هلأ أستاذ نزار بدنا نحكي عن التحديات المطلوبة عربيا. من أولويات القمة العربية اليوم هي سوريا. التحديات المطلوبة اليوم من الجامعة العربية هو التواجد الأمريكي وقصد في الشمال السوري، رفع العقوبات وقانون قيصر عن سوريا، المساهمة عربيا وعالميا بإعادة إعمار سوريا، التفكير بإعادة النازحين واللاجئين لبلدهم من قبل الدول الأوروبية وتركيا طبعا والبلدان العربية، وإقامة أفضل علاقات مع المجتمع الدولي من أجل استعادة سوريا مكانتها المجتمعية والعربية ودعم الاقتصاد السوري، بالإضافة لعودة سوريا للمجتمع الدولي عبر القنوات الدبلوماسية. هلأ انعقاد القمة العربية بشكل دوري ضروري ومهم وملح جدا، والعمل على شمولية الصف العربي بما في خدمة الدول العربية من قرارات تعود ببناء الدول العربية. نعم. التي تعاني مثل السودان وليبيا وإيقاف وإيقاف الاقتتال فيه وبينهم. نعم. هلا شفنا اليوم نحن شفنا اليوم بالكلمات الترحيبية يعني بشكل عام، يعني كسمة بارزة لكل الكلمات التي تابعناها بالجلسة الافتتاحية للقمة العربية. كل الكلمات كانت تثني على حضور سوريا لهذه القمة، على عودة سوريا إلى الجامعة العربية، على ترحيب بالرئيس بشار الأسد. يعني كل ذلك يعني يعطي انطباع أنه صفحة جديدة بكل معنى الكلمة ستفتح ما بين سوريا وما بين الدول العربية لتأسيس عمل عربي مشترك حقيقي وفاعل في المستقبل. طبعا هذا كل ما يتمناه ليس فقط القادة العرب، بل كل ما يتمناه الشعوب العربية، الشعوب العربية من أقصاها لأقصاها.
الشعوب العربية تتمنى الوحدة العربية، تتمنى أن تكون كل الدول العربية موحدة على كلمة واحدة. أهمية انعقاد القمة بالنسبة إلى سوريا لأن تخرج القمة بقرارات خروج الأمريكي والتركي، هذا أهم شيء من سوريا، وإيقاف الحلم القسدي بالشمال السوري وإعادة إعمار سوريا. هلا أستاذ نصار، أنا كمواطن عربي أنا اللي بتمناه من الجامعة العربية أن تكون سيدة نفسها وأن يثبتوا وجودهم ووجود شعوبهم على الأرض. نعم الدول العربية تمتلك طاقة بشرية واقتصادية وثروات باطنية تستطيع أن تقف بوجه كل من يطاول عليها، ونبتعد عن مواقف الإدانة فقط، بل يجب علينا أن نحاسب ونعاقب كل ما هو قانون في قانون الحياة. بمناسبة استيقاظ جامعة الدول العربية بعد قيلولة استمرت 12 عاما، لي أمنية عسى أن تصل لمسامع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو أن يكون ضمن أطروحاتهم في القمم القادمة مناقشة خطط تنموية زراعية صناعية عمرانية طموحة لجميع البلدان العربية، تكون بدايتها تأسيس صندوق نقد عربي لتمويل تلك المشاريع من دون فوائد ولا تنتهي، قبل إنشاء مصرف مركزي عربي موحد تنبثق منه عملة عربية واحدة الدينار العربي مثلا، بدلا من الشعار الرومانسي أمة عربية واحدة الذي لم يفضي إلى أي نتيجة حتى الآن. فحضور سوريا اليوم كان حضور مشرف لكل العرب. شكرك جزيل الشكر دكتور عمار قلة، رئيس مجلس الأعمال السوري الإماراتي في العين، شكرا جزيلا لك. إذا مما ورد عن اللقاء الذي جمع الرئيس بشار الأسد مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان